أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد لتصل إلى أكثر من خمسة عشر حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 199 وتسعون وفاة ووفق معطيات الوزارة فقد وصفت ثمانية ألاف إصابة بالطفيفة حيث تخضع للرقابات الصحية في الحجر الصحي المنزلي والحجر الفندقي ياتي ذلك في الوقت الذي استانفت قطاعات اقتصاديه وتجاريه عملها في البلاد بموجب قرار سابق للحكومه الاسرائيليه التي تجتمع في وقت لاحق اليوم للمصادقه على عوده متدرجه للمدارس منذ بدايه الاسبوع المقبل. وبموجب التسهيلات سيسمح للعديد من المحال التجاريه العوده لمزاوله عملها مع التقييدات التي حددتها وزاره الصحه الاسرائيليه. ومن ابرزها صالونات الحلاقه ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافه